السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو انا دلوقتي عندي ام تكست وعايز احوله لتكست، او تكست عايز احوله لام تكست، طيب نكتب تكست عادي ونحوله لام تكست، اقول له تكست، فبيديني ان انا بيقول لي حدد المكان اللي انت هتكتب فيه، حدد الهاي بتاعك الارتفاع بتاع الكلام مثلا اهوت، حدد الروتيشن اقول له زيرو، وبيقول لي بعد كده ابدأ اكتب الكلام اللي انت عايزه. ده عبارة عن تكست عادي، ماشي. طيب لو انا عايز احوله لام تكست بحيث يبقى ينفع يتكتب على اكتر من سطر، فاقول له تكست تو ام تكست، ده كده اتحول لام تكست. ام تكست اهو، تلاحظ ان هو بدأ يديني العلامة دي ان انا اقدر انزل اكتر، ممكن تدوس عليه مرتين عشان تعدل فيه، او ممكن تقول له ام تكست اديت ان انت عايز تعدل. مديك امكانيات طبعا ان انت تخلي كذا سطر زي ما انت شايف، ده ما بيحصلش في التكست العادي، كل دول تقدر تعدل فيهم. التكست العادي ما فيهوش الخصائص دي كلها، ان تقدر ان انت تقسمه لاكتر من كولوم مثلا، دايناميك كولوم، ستاتيك كولوم، زي ما انت عايز. تقدر تشوف المسطرة، تقدر تعدل كل حاجة. طيب دلوقتي بقى عندي ام تكست، طب اقدر عايز ارجعه تاني لتكست عادي، اعمل ايه؟ تمام، كل اللي انا عليه هعمل عليه سيلكت كده وافجره، التفجير هيحول ام تكست لتكست عادي اهو، اقول له اكس بس كده بقى تكست عادي. تقدر تعمل سيلكت كده على دوت، ده سطر بقى تكست لوحده، وده تكست لوحده، وده تكست لوحده.